بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. بعد قرار البنك المركزي برفع اسعار الفايده 600 نقطه اساس او 6%، كان رفع استثنائي واجتماع استثنائي، والشهادات الموجوده شهادات استثنائيه وبقينا محتارين ما بينهم مش عارفين نعمل ايه. الحقيقه في عند حضرتك فرصه محترمه جدا، شهاده من الشهادات اللي تم اصدارها ممكن احصل بيها لعائد 87%. ايوه 87%، وهقول لحضرتك وبالارقام دلوقتي تقدر تحصل ازاي على العائد ده، ومن البنك الاهلي وبنك مصر بمنتهى البساطه والسهوله على فلوس حضرتك. كمان هقول لحضراتكم بالنسبه للعائد الشهري وبالنسبه للعائد السنوي ايه هي افضل شهاده على الاطلاق، بكل اسرار البنوك اللي ممكن حضرتك ما تكونش عارفها. في حاجات ممكن تكون غايبه عن حضرتك هوضحها ليك دلوقتي في الفيديو ده، ولكن طالبه من حضراتكم لو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. السؤال هنا، البنك اصدر ليا 4 انواع من الشهادات، انا دلوقتي مش عارف اروح لانه شهاده فيهم. في الاول هقول لحضراتكم ايه هم ال4 شهادات. دلوقتي بقى عندي شهاده ال 30% وشهاده ال 27% وال 26% وال 21.5%، ايهما افضل؟ هنبدا في الاول بالشهادات. الشهاده الاولى هي شهاده ال 30% اللي تم اصدارها يوم الاجتماع، دي 30% السنه الاولى، 25% السنه الثانيه، 20% السنه الثالثه. دي شهاده متدرجه، منتج جديد مده 3 سنوات، حد الادنى 1000 جنيه ومضاعفاته، تقدر تشتريها من البنك الاهلي وبنك مصر. كان عندنا شهاده كان تم اصدارها السنه اللي فاتت، لو تفتكروا تم اصدار كبديل شهاده 18%، كان عندنا شهاده اسمها 19%. الشهاده دي كان العائد عليها شهري ولكن المده كانت 3 سنوات، دلوقتي هو خلى لحضرتك العائد 21.5% للعملاء الجدد، يعني للي هيشتري الشهاده لسه جديده، ب 21.5% العائد شهري لمده 3 سنوات. الشهادة الثالثة كانت شهادة برضو متدرجة وتم إصدارها مع الشهادة دي، وهي شهادة ال 22-18-16، كانت أول سنة بيدي لحضرتك 22% أصبح 26%، تاني سنة 18% أصبح 22%، تالت سنة 16% أصبحت 18%، والشهادة دي كان العائد عليها شهري والمدة 3 سنوات، يعني إجمالي العائد 66% لمدة ال3 سنوات، يعني بواقع 22% لكل سنة بعائد سنوي حضرتك بتقدر تصرفه شهري، يعني العائد على شهادتك 22%. نيجي بقى للشهادة الأخيرة وهي الشهادة اللي تم إصدارها من شهرين، مصر كلها طبعا عارفاها، ناس كتيرة جدا اشتريتها، 23.5% لمدة سنة، ودي الشهادة الوحيدة اللي مدتها سنة في ال4 شهادات، المتبقيين كلهم أو الثلاثة مدتهم 3 سنوات. الشهادة دي بيدي لحضرتك إما إنه حضرتك بتاخد دورية الصرف شهرية تاخد 23.5%، لو هتاخد في نهاية السنة سنة من يوم التعاقد مش سنة من إصدار الشهادة، يعني الشهادة دي كانت بادئة في شهر 1 ولكن حضرتك من يوم هتشتريها هتقعد سنة بالظبط فلوسك في البنك، على مدار السنة في نهاية ال 12 شهر أو ال 364 يوم هتاخد 27%، يعني لكل 100,000 جنيه 27,000 جنيه. طيب احنا كعملاء منقسمين لشريحتين، شريحة بتحب تاخد العائد شهري علشان خاطر اقدر اكمل بيها التزامات الشهرية، بكمل بيها على معاشي، بكمل بيها على مرتبي، ايا كان. الناس دي بتحب ان يكون عندها عائد شهري. قدام حضرتك دلوقتي حلين، اما انه حضرتك تاخد شهادة 3 سنوات العائد عليها شهري، اول سنة 26%، تاني سنة 22%، تالت سنة 18%، بواقع 66% زي ما قلنا قبل كده، يعني تقريبا كل سنة 22%. طيب اخد الشهادة دي ولا اخد المقابل ليها والنظير ليها وهي شهادة سنة واحدة 23.5% بعائد شهري؟ لا طبعا اخد ال 23.5% بعائد شهري، لانه دي او الشهادة دي هنا استثمار قصير الاجل، واحنا في الوقت الحالي لازم لما اشتري استثمار قصير الاجل، الجأ للاستثمارات قصيرة الاجل. تخيل السنة اللي فاتت كنا فين ودلوقتي احنا فين بواقع التضخم. ايوة البنك المركزي عنده مستهدف، بس معلش ما هو امريكا عندها مستهدف والفدرالي الامريكي عنده مستهدف وما قدرش يوصله لحد النهاردة بسبب التحديات الاقتصادية في كل دول العالم او المحيطة بالعالم كله. انا ليه اربط استثماري 3 سنوات؟
زائد انه انا اصلا بحتاج للعائد الشهري، يعني عايز التارجت بتاعي الشهري يكون على الاقل ثابت او يزيد مش يقل. يعني ده ممكن ينفع مع الناس اللي اصلا مش بتحتاج للعائد الشهري، واللهم بارك خلاص مش محتاج للمبلغ ده في حاجة، انا بس حاطط فلوسي في البنك كحفظ لقيمة اموالي، ودول اللي هنتكلم عنهم دلوقتي، وهم دول اللي يقدروا يحصلوا على عائد 87%. دلوقتي انا البنك مديني شهادة 30% السنة الأولى، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة، يعني بواقع كام؟ 75%. لو جيت جمعتهم على بعض هيطلع مع حضرتك العائد 75%. طيب هل الشهادة دي تراكمية؟ يعني أنا سي مثلا كان معايا 100,000 جنيه، أخدت عليهم في السنة الأولى 30 فبقوا أصبحوا 130، العائد بتاع السنة الثانية هيتحسب على 130 ولا على 100,000 جنيه؟ لا، على نفس 100,000 جنيه. طيب 30,000 جنيه هيفضلوا في الحساب، مش هيتحسب عليهم جنيه واحد. انا هنا بقى هاخد ال 30,000 جنيه هحطهم في حاجه من اتنين، اما هحطهم في اذون الخزانه، او هحطهم في صناديق الاستثمار، او حتى على الاقل حسابات توفير. طيب بالحساب كده يجيبوا لي كام في نهايه السنه الاولى؟ هم 130,000 جنيه. هنركز مع بعض شويه بعد اذن حضراتكم. 130,000 جنيه هحطهم في نهاية السنة دي هيجيبوا ما بين 2 لـ 3%، لا احنا هنقول بس حتى جابوا 2%. 2% رقم، مش 2% على 100,000 جنيه، 2% نسبة، هيديني نسبة 2%، هو المفروض لحد 2.5، يعني تقريبا 2.5، 2.7، احنا هنقول 2%. ده كده السنة الأولى. في السنة التانية بقى معايا 100,000 جنيه وال30,000 جنيه وال25,000 جنيه كمان، يعني بقى معايا 155,000 جنيه. هعمل نفس الطريقة، هيديني بواقع زيادة كمان 1%، يعني السنة التانية هاخد كمان 3%. السنة التالتة برضو هنقول 3%، احنا بنحسب على الحد الأدنى يا جماعة. حسابات توفير، صناديق استثمار بقى، أذون خزانة، لازم هوصل للمستوى ده. يبقى 2% حد أدنى السنة الأولى، 3% السنة الثانية، و3% في السنة الثالثة، يبقى أنا وصلت ل 8% زائد ال 75%، يبقى أنا كده حصلت على 87% عائد صافي كامل بدلا من 75%، وأنا كده كده فلوسي أنا عامل حسابي مش بحتاج للعائد بتاعها. طيب خليني أخدت العائد بتاع السنة الأولى، تمام أوكي مفيش مشكلة، هنطرح ال 2%، اوصل تاني ل 75% و3 و3 يبقى 6 و75، 81%. اي استثمار في مصر ممكن يدي لحضرتك العائد ده، هي دي فكرة ممكن حضرتك تعمل بيها او ما تعملش بيها. اما بالنسبة للناس عملاء العائد الشهري قدام حضرتك، لو انت ممكن تحط فلوسك 3 سنوات يبقى 26%، لو حضرتك مرتضي انك تحط فلوسك مدة 3 سنوات يبقى 26% 22-18 وانا لا انصح بيها. ولو حضرتك محتاج لعائد مدة سنة واحدة والاستثمار قصير الاجل وهو ده افضل استثمار في الوقت الحالي، يبقى حضرتك هتلجأ لشهادة 23.5% بعائد شهري مدة سنة واحدة. بعد السنة هيكون عندنا استثمارات ان شاء الله افضل بواقع ارتفاعات التضخم. بتمنى ان يكون الفيديو ده كان مفيد لاي حد من حضراتكم قدر يختار او عرف هيختار ازاي، وبنتظر من حضراتكم نعمل لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس يقدروا يستفيدوا زي حضراتكم. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، في امان الله.